بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. أكيد في سؤال عمال يعني يتردد في ذهن الكثير منكم، خاصة اللي هو مش عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وهو ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين؟ ما هي العناصر التي تحكم تصرفها وأفكارها في هذه الأيام؟ هل يريدون الحوار مع الدولة أم يريدون إسقاط الدولة؟ هل يريدون تسوية سياسية أم يريدون إشعال النار في البلاد؟ هل هم في حالة ثأر شخصي أم هم من الممكن أنهم يتفهموا أن السياسة فيها مد وجزر، وأنهم بالفعل أخفقوا في إدارة شؤون البلاد؟ هل يدركوا حجم مسؤوليتهم عما حدث؟ وهل يعتقدون أنهم قد أذنبوا أم يرون أنفسهم ضحايا 100% وبلا أدنى مسؤولية لما حدث للجماعة وحدث لهم ورد الفعل الشعبي الذي ظهر في ثورة 30 يونيو؟ أين عقل جماعة الإخوان المسلمين؟ في نفس الوقت ليس كل من يتحدث عن الإسلام هو بالضرورة صاحب برنامج إسلامي، بمعنى أنه من الممكن أن أكون جماعة سياسية أرفع شعار إسلامي، أستخدم الدين لمشروع سياسي موجود عندي. هنا يبرز السؤال، ما هو الفارق الجوهري بين جماعة الإخوان المسلمين ومثلا مجموعة من التيارات السلفية؟ ما هو الفارق الجوهري بين جماعة الإخوان وحزب النور السلفي؟ ما هو الفارق العقيدي والفارق الفقهي والفارق والالتزام الأخلاقي بين جماعة الإخوان وما بين حزب النور السلفي؟ ولماذا اصطدمت جماعة الإخوان وحملت السلاح في الشارع، ولماذا استطاع حزب النور ان هو يدخل في حوار ويندمج داخل نسيج مجتمع ما بعد 30 يونيو ويتفق ويختلف، يرفض ويقبل لكنه يشارك ويشتبك بالحوار داخل لجنة 50، يفعل ما يريد ويقول ما يريد، يعترض لا يعترض، لكن في النهاية هو يحافظ على الدولة؟ ما هو الفارق الجوهري ما بين موقف جماعة الإخوان المتواجدة في الشارع وموقف حزب النور الذي تواجد في لجنة صياغة الدستور؟ أسئلة كثيرة جدا حتى نفهم ألوان الطيف ونستطيع أن نفهم من معنا ومن ضدنا، من مع الدولة ومن ضدها، من مع مواصلة بناء هذا الوطن وأخذه إلى خطوة متقدمة، ومن يريد إسقاط الدولة فيه وهدم النظام والوصول إلى حالة من الفوضى، من يرى مصر وطنا نهائيا له ومن يرى الجماعة وطنا نهائيا له؟ أيهما أهم، مصر أم جماعة الإخوان؟ أيهما الذي بدأ به التاريخ؟ مصر أقدم دولة عرفها التاريخ من 6000 سنة، تسعى جماعة الإخوان إلى إدخالها داخل الجماعة، بمعنى أن تدخل الدولة المصرية أقدم دولة في التاريخ داخل عباءة جماعة الإخوان وليس العكس، بينما حلم كل مصري الآن هو أن تدخل الجماعة داخل مجموع الشعب المصري وداخل الحلم المصري وداخل الدولة المصرية وداخل المشروع المصري. هل يمكن إدخال الجمل داخل ثقب الإبرة؟ هذا هو السؤال. مشروع فاشل من ناحية النظرية، وهذا بالضبط هو الفارق الجوهري بين رؤية جماعة الإخوان ورؤية حزب النور السلفي. بعد دقائق يبدأ حوارنا مع المهندس أشرف ثابت
نائب رئيس حزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق لكي يشرح لنا عدة أسئلة أو يرد على عدة أسئلة مهمة. ما هو الفارق الجوهري بين جماعة الإخوان وما بين حزب النور؟ لماذا اندمج حزب النور في الحياة السياسية واستمر بعد 30 يونيو؟ ولماذا لم يحمل السلاح بينما حملت جماعة الإخوان السلاح ونزلت إلى الشارع وهددت الدولة؟ ولماذا يؤمن حزب النور بالدولة بالوطن بينما الجماعة تفعل العكس؟ ومن منذ متى وتحت أي إعلان وتحت أي عنوان اختلف حزب النور مع جماعة الإخوان؟ يبدو أن القصة أقدم من مجرد 30 يونيو. هذه قصة مثيرة ومهمة حتى نعرف ماذا حدث وماذا يحدث وماذا يمكن أن يحدث للمستقبل السياسي لحزب النور في التصويت على الدستور، في انتخابات برلمانية مقبلة، وفي انتخابات رئاسية مقبلة. حزب النور هو اللاعب المهم في المرحلة المقبلة، لذلك تابعوا هذا الحوار بعد الاستراحة. أهلا. استقبل الرئيس عدلي منصور وفدا من الكونغرس الأمريكي لاستعراض تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، حيث أعرب أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي للرئيس عدلي منصور عن تقديرهم لالتزام مصر بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق. قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن الاستفتاء على المشروع الجديد للدستور سيفتح الباب لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى يمكن البدء في إعادة بناء الدولة المصرية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات. قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري أن عناصر خاصة من الجيش الثاني الميداني تمكنت من القضاء على نصر صباح رباع الشهير بأبو ربيعة، أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بمنطقة العبور في مدينة العريش. وصل طلاب الإخوان محاولات تعطيل الدراسة من خلال اشتباكات مع مستقلين بحرم جامعة المنصورة ومظاهرة بجامعة بنها وأزهر طنطا. قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية خلال مؤتمر مستقبل مصر أن طلاب جماعة الإخوان جزء من تنظيم الإخوان يسعى لصناعة الدم، مشيرا إلى أنهم غير قادرين على إقناع باقي الطلاب بفكرهم ومطالبهم. قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة القرن لجلسات 11، 12، و13 من يناير لاستدعاء مدير الرقابة الإدارية والأمن الوطني وإبراهيم عيسى، والثامن من فبراير لاستدعاء حمدي بدين. كما قررت المحكمة إحالة المسؤولين بصحيفة الأخبار للتحقيق لخرقهم حظر النشر. أعلن نقيب الأطباء خيري عبد الدايم أن النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء أسفرت عن اكتساح قائمة الاستقلال المنتمية للتيار المدني للانتخابات.